عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نشوفوا الجاتو البرازيلية ديسباسيتو، لكن قبل ما نشوفوا المكونات والطريقة ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا يلا نبدأ. هذو المكونات متاع الجينواز بساط، ما همش كبار برشا. خذيت 3 عظمات حطيت عليهم رش ملح، نركضوهم شوية كيكة، وبعد نحطو السكر، 100 غرام سكر نحطوها على دفعتين ولا 3 ونركضو مليح. نركضو بالباهي حتى لين يتضاعف الخليط، ونحطو باكو فانيليا. شوفوا كيفاش حتى يولي ابيض اللون متاع الخليط. نحطو 50 غرام فارينة نغربلوها بالطبيعة، مع 25 غرام كاكاو. نحطو بشوية ونخلطو بشوية باش العظم ما يتيحلناش. نحركو كيكة بالسياسة. نكملو باقي الفارينة والكاكاو. نحركو بشوية بشوية من اللوطة للفوق. نجيب المول متاعي بعد ما دهنت الزيت وفرشت فيه بابي كويسون، وحتى من الجناب زيت عملته بالزيت وحطيت فيه البابي كويسون باش تسهل عليا تنحيط الجينواز. ونحط الخليط متاعي في المول، وسخنت الفور على 170 درجة. لازم ديما نسخنوا الفور قبل ما نحطوا الجاتو. نسمحوا كيكه بشويه باش يتمدد الخليط، ونحطو يطيب مدة 20 دقيقة. وانتوما والفور، كل واحد والفور متاعو. توا باش نحضرو الحليب اللي باش نسقيو به الجينواز. خذيت نص كاس حليب 150 ملل، معاهم 50 ملل ماء تقريبا ربع كاس ولا، ومعاهم مغرفة كبيرة كاكاو. واللي يحب يحط مغرفة صغيرة قهوة، واللي ما يحبش اختياري مش لازم. ونحطوه يسخن، كيف يقرب لدرجة الغليان نهبطوه. توا الجينواز متاعي بعد ما حضرت نحاول نحيلها الورقة اللي على جناب، ونقلبوها في صحن نحطوها على القفية باش تبدأ سمحة أحسن. نرجعوا لها القالب متاعها باش تجينا سمحة، وناخذوا فرشيتها وننقبوها كما تشوفوا، باش كيف نسقيوها بالحليب يشربوا ويدخل في وسطك الحليب. ناخذوا الحليب ونبداو نبلو فيها كيكة بشوية بشوية باش تتشرب وتجي طرية. لين خذيت 150 غرام شوكولاتة حطيتهم على حمام مائي يسخنوا يذوبوا. نحركهم هكاكا حتى لين يذوبوا بالباهي، وناخو منهم مغرفة نخليها على جنب. خذيت مغرفة شوكولاتة نحطها في صحفة وحدها، هذه باش نزين بها المغرفة هذه. كنزيدوا عليها مغرفتين ماء سخون ونخلطوها باش تجرى شوية، خاطر هي اللي باش نزينوا بها من بعد.
توا باش نحضروا الموسه اللي من الفوق اللي فوق الجاتو تجي. خذيت الحكه هذه نتاع ديليس تاع كريمه سائله فيها 220 مليلتر هي، وحطيت معها باكو كريم شانتي، وحطيت عليهم باكو فانيليا للنكهه، ونركضهم مع بعضهم حتى لين يطلع. بالنسبه للكريمه ماذا بينا يلزمها تكون بارده باش تطلع لنا، تبدا سخونه راهي ما تطلعش. كريمه الخفق لازمها تكون بارده، والكريم شانتي راهي فيها السكر، ما نسحقوش نحطو سكر للموس هذه، ما نحطوش السكر على خاطر كريم شانتي حلوه. بعد ما حضرت الكريمه ناخذوا مغرفتين من الكريمه ونحطوهم على الشوكولاته، ونحاولوا كيكا ندخلوهم في بعضهم باش تبرد لنا شويه الشوكولاته، باش ما نحطوهاش سخونه على الكريمه نتاعنا. نخلطوهم شويه كيف نشوفوها جاهزه وبردت شويه، نحطوها على الصحفه الكبيره. ونركضوها بالركاضه باش يتجانس الخليط. بعد ما حضرت الموس نتاعنا نحطوها فوق الجاتو. الجاتو سهله سهله راي بالحق، سهله كي تجربوها على مسهلها. نحطوها كيكة ونحاولوا نستويوها بالمغرفة ولا بأي حاجة عندكم. بعد ما سويناها خذيتك الشوكولاتة اللي خليناها على جنب، كما قلت لكم حطيت لها مغرفه مغرفتين ماء سخون، وحركتها باش تولي سائله شويه، وحطيتهم في دبوزه صغيره، ولا تنجموا تعملوا حتى بالبابي كويسون تعملوا كما الكورنو وتصبوا بيه. وتو ناخذوا كيردون ونعملوا خطوط هكا بالطول كما تشوفوا، تشبه لزينة الملفي. وتوا نرجع بالعكس، نعمل خطوط بالعكس. ونخليوها تبرد على الأقل ساعتين ثلاثة، ونجم حتى نبيتوها أحسن باش تشد روحها. وهذه هي النتيجة متاع الجاتو متاعنا. توا نقصوها ونشوفوها كيفاش تجي من داخل. اني بيتها بعد ما باتت الحقيقه، بردت وبالباهي وارتحت بالباهي. توا نقصوها ونشوفوها كيفاش. شوفوا ما شاء الله هك الجاتو نتاعنا كيفاش كالطبقات محلاهم ومزيانهم، والبنه بنينه، بنه الشوكولاته ما شاء الله بالحق بنينه على الاخر، تستحق التجربه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تبارتاجيوها مع اصحابكم باش تعمل فايدة، وكانك اول مرة تتعدى على قناتي ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل فيديو نعمله جديد، ونتلقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمة.